مساء الخير عليكم يا أعظم جمهور سينمائي على الإنترنت. فيلم النهاردة هو من تأليف وإخراج واحد من أهم مخرجين السينما الأمريكية على الإطلاق، وودي آلن. ولو خدتوا بالكم أنا قلت السينما الأمريكية مش هوليوود، لأن أفلام وودي آلن معظمها تصور يا إما في نيويورك أو في أوروبا على عكس لوس أنجلوس وهوليوود، وبتتصور وبتنتج في سياق أكتر انفرادية واستقلالية عن السيستم الإنتاجي بتاع هوليوود. وودي آلن بيعمل أفلام بقاله أكتر من 50 سنة، وعمل أكتر من 50 فيلم تأليف وإخراج، يعني بيطلع فيلم تقريبا كل سنة، معدل فظيع. اترشح للأوسكار 24 مرة كمؤلف أو مخرج أو ممثل، وكسب الأوسكار 4 مرات، مرة كمخرج وثلاث مرات كمؤلف. وكان صاحب الفضل إن ممثلات كتير كسبوا أوسكارز في أفلامه، وفترة طويلة جدا كل الممثلين كان نفسهم يمثلوا في أفلامه، وكتير جدا منهم فعلا مثلوا فيها. وعنده قاعدة إن كل الممثلين ياخدوا نفس الأجر، ما تفرقش مين ستار ومين لا. وبالرغم من ده اكبر ستارز في هوليوود برضو اشتغلوا معاه، مع ان اجورهم كانت اقل بكتير من اللي هم متعودين عليها. الاداء في افلامه تحس ان هو مختلف حتى مع النجوم اللي احنا متعودين عليهم، تحس ان ادائهم طبيعي اكتر، مش اداء هوليوود، اداء ناس عاديه في مدينه نيويورك. والجميل ان اللي اشتغلوا معاه قالوا انه نادر لما يدي اي توجيهات او يعيد شطات، بيبقى فيه فلو مريح وطبيعي جدا من السيناريو للبلاتو او الشوارع اللي بيصوروا فيها للاداء. He says action and something happened. Because we know that we are in a Woody Allen movie where there's no time to waste, there's no time to think, there's no time to wander around. It's about act, perform, be. Well, a lot of the scenes were like 10 pages long and he would do them with a master. I don't know if he's still using that technique, but he would, you know, have one camera and he would dolly in, dolly out, zoom in, you know. So you'd cover the whole thing like with one camera. And it was crazy. It was like you were in a play in a way, and they do like 10 or 12 takes and everybody go home for the day. That's the blessing of working with someone like Woody, is that 97% of his direction is in the script. You know that the script is not going to change, and so the architecture of it, you can trust. And I just was amazed that he was so committed to this work, that he hasn't lost the drive or the love that he has for making films. I mean, I don't see that sometimes in directors half his age. ومعاد الأيام اللي فيها تصوير ليلي عنده قاعدة برضو إنه يخلص تصوير كل يوم الساعة 6 المغرب، هو كده يعني إيه نقعد 12-14 ساعة بنصور، والنتيجة أفلام حلوة جدا. طبعا مع فوق 50 فيلم فيه أفلام أقوى بكتير من غيرها، بس في المجمل أفلامه حلوة جدا، والتون بتاع أفلامه تقدر تلقطها على طول. الإضاءة في أفلامه دافية مش مصطنعة، ما تحسش إن فيه إفكت إضاءة كبير. مدير التصوير اللي اشتغل معاه كتير هو جوردن ويلس، واحد من أهم مديرين التصوير على الإطلاق. هو اللي اشتغل على Godfather، اللوكيشن زي إما شقق أو شوارع في نيويورك. بيعشى نيويورك وهي شخصية أساسية ليها روح مميزة جدا في أفلامه. وفي حاجة تقنية مهمة جدا برضو ليها تأثير على الإحساس الحقيقي ده في أفلامه، وهو إنه ما بيقطعش كتير، الكادر على الواسع وبيحركه ببساطة، لكن اللعب كله هو في حركة الممثلين جوه الكادر الواسع ده، كأنه مسرح بس حركات طبيعية. وبالطريقة دي تركيزك كمتفرج ما بيفصلش، ما بتحسش بآلية الإخراج زي حركة الكاميرا أو المونتاج أو الأداء المفتعل، والنتيجة إحساس كله طبيعي وما بيضلش غير القصة والأداء. زي ما قلت وودي آلن عمل أفلام كتيرة جدا، فكان صعب علي أحدد واحد منهم على القائمة، ومتأكد إن هيبقى فيه أكتر من واحد. لكن عايز أبتدي بمانهاتن ميردر ميستري إنتاج 1993، من تأليفه برضو وتمثيله هو وديان كيتن اللي عمل معاها تقريبا 7 أو 8 أفلام. اخترته لأنه دمه خفيف جدا وفي نفس الوقت تشويقي بشكل كبير جدا. أحداثه في نيويورك كالعادة، كابل في منتصف العمر، ابنهم سافر الجامعة وهم عايشين لوحدهم، وفي يوم بيتعرفوا على جيرانهم راجل وست اكبر منهم، وبعديها الست بيجي لها سكتة قلبية وبتموت. لكن ديان كيتن بتبتدي تشك ان في لغز اكبر في وفاتها، لما تلاقي ان جوزها مش حزين قوي على موتها، وتبتدي تخش في مغامرة لحل اللغز ده، ميستري ومعمول حلو جدا فعلا، ما تبقاش عارف ايه اللي هيحصل المشهد الجاي. واللذيذ ان اللي بيحلوا اللغز ده وودي آلن وديان كيتن، شخصيات ابعد ما يكون عن المفتش، لايسين كده ومش جوهم خالص، وحتى ناس اللي هم شاكين فيهم عواجيز برضو مش شكل تقليدي للأشرار. ففيلم يفطس من الضحك، لكن فيه تشويق كبير جدا على ستايل هيتشكوك، لدرجة ان فيه لقطة فيها اكتشاف مهم بنشوف فيه اتوبيس عليه بوستر فيرتيكو، فيلم هيتشكوك العظيم اللي هو كان اول فيلم ارشحه على القائمة. شفتوا بقى انا جايب لكم افلام حلوة ازاي؟ انا اخترت لكم الفيلم ده كمان بالذات علشان موجود على اليوتيوب، هتلاقوه برضو على سايت تياب سبتايتلز عربي، لكن برضو موجود على اليوتيوب بسهولة.
اتفرجوا عليه كده في ساعة صفا لو عايزين فيلم يضحك ويشوق في نفس الوقت. واللي لسه بيتعرف على وودي آلن في رأيي ده مدخل حلو جدا ليه. اتفرجوا واتبسطوا وشكرا على متابعتكم، وياريت انتوا تقولوا لي ايه اكتر فيلم بتحبوه وودي آلن، وياريت برضو اللي ما عملش سبسكرايب يدوس على الجرس اللي تحت ده ويعمل سبسكرايب، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.